والحضري اثبت نفسه معاك ولا برضو كان فيه بعض طبعا. الخلافات؟ والحد لا لا كان الحضري وجاء واتمرن وخلاص، انت عايز وخلاص الشناوي ما ستوب زي ما بيقولوا كده، ومش عايز قوي. الحضري جه وكنا معاه، وكان الحضري ماشي كويس وكله لحد ما حصل في ماتش شيلي، وانا اتفرجت على الحضري طبعا طلع واتكلم، وطبعا انت عارفين كله ما يعني الحضري مش قاعد اتكلم عليه، بس طبعا اخلاقيا او تصرفات طبعا غير احترافيه. يعني الراجل حتى في شايف انا حديثه مع سيف زاهر، سيف بيقول له احنا كنا الطياره وجايين وبشاور على زكي وبرادلي، قلت لي ده احسن اثنين اتمرن معاهم في حياته، يقول له لا 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 ماتش لا، يعني في الانترفيو هو فعلا عصام الحضري كان اعتزل بين الشوطين بتاع ماتش تشيلي، بين الشوط ابراهيم بنشتغل، رغم ان احنا قاعدين معاك قبلها بيوم، يا ابني احنا لازم انت الاول وانت اللي ماشي، قاعدين نشوف ناس لو جرات حاجه لا قدر الله ومفيش. ليه بعد نشتغل لقيت مهيب جاء اتكلم من القضيه وقال له ده اعتزل وعمل تصريح ان هو اعتزل الماتشات وكده بين الشوطين. يعني راجل بيعتزل في جول معركه، انت بتلعب ماتش كبير وفي اسبانيا والعالم كله بيبص لك، ويجي طب لو شريف جرى حاجه تقول له انت اعتزل ولا كشريف اللي لعب الماتش ده؟ فطبعا الراجل ده طبعا واعتزل بنشتر ده وقبل كده ما مش يعني في حاجات لا اخلاقيا ولا احترافيا بيعملها، بس هو ما بيشوفش نفسه، هو الحضري ما بيشوفش الا نفسه ما بيشوفش حد تاني. ويعمل اللي يعمله، بس للاسف في مصر احنا بنطبطب بنحب نطبطب، طب ومعلش نقعد وقعدة عرب وبتاع وبوس راسه، وللاسف كان رئيس البعثه معانا المهندس احمد مجاهد، وللاسف الشديد يعني ان بعد ما جينا على طول قعد معاه وقال له لا لازم ارجعك ولازم تعمل ايه، يعني سبحان يعني الحمد لله ان هو مش داخل، احمد بجد مش داخل الاتحاد اللي جاي الحمد لله، انا بحمد ربنا لان ده انسان صعب. معلش انا اسف جدا ما مش عايز اغلط في حد، بس المهم الحضري فانت ما بتثقش خلاص، فقدت الثقه فيه هتجيبه ازاي؟ الراجل بيدور على نفسه قبل الفرقه قبل اي حد قبل البلد قبل اي حد.